طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة هي عبارة عن تكملة للمحاضرة اللي بناها الأسبوع قبل الماضي الخاصة بالـ Quality Improvement Tools. إحنا كنا اتكلمنا في الـ Quality Improvement Tools على الـ Statistical Tools، واتكلمنا على الـ Tools اللي إحنا شايفينها أمامنا دلوقتي اللي هي الـ Check Sheet واللي بنسميها Tally Sheet والران شارت والكنترول شارت والهيستوغرام والباريتو شارت والسكاتر دايجرام. الحقيقه يعني كل محاضرات الكواليتي هامه، بس المحاضره دي لو احنا اتكلمنا على اكزامينيشن وايز فيها مواضع اسئله كثيره، ف يعني نهتم بيها وباخواتها المحاضرات الاخرى طبعا، انما حبيت الفت نظركم انها بسبب المواضيع او التوبكس المختلفة اللي موجودة فيها ممكن تكون فيها مواضع أسئلة كثيرة. أنا عندي quantitative tools ونسميها statistical tools، ودي تطرقنا ليها في المحاضرة السابقة. المحاضرة دي هنتكلم على qualitative tools التي تشمل brainstorming والnominal group process والaffinity diagram والdelphi technique والmulti voting prioritization matrix. Flow chart, causal effect diagram, event and causal factor chart, interrelationship diagram, force field analysis, gun chart, and story board. الحقيقة الـ qualitative tools في overlap أو في تداخل ما بينهم، وده هيتضح إن شاء الله وإحنا بنتكلم في الشرح بتاع كل واحد فيهم. ممكن نعدي سريعا كده على الكوانتيتيف تول او الاستاتستيكال تولز. اول واحد فيه كان التشيك شيت والتالي شيت، وده شكل التالي شيت اللي احنا بنستعمله عشان اريكورد ايفنتس، واقدر من نظره سريعه ان انا اعرف الايفنتس اللي اتكررت على مدار التايم بيريد بتاعي شكلها ايه. الران شارت برضو ليها اسم تاني اللي هو لاين جراف، وده بيدسبلاي تشينجز اوفر تايم اند ا رانينج ريكورد اوف ا بروسيس اوفر تايم، وده بيكون شكل اللاين بيبقى بيريبريزنت ايفنت اوفر تايم، واقدر من منحنى او من شكل المنحنى بتاعي او شكل الخط ان انا اعرف انا الوضع بتاعي شكله ايه، declining ولا rising. الكنترول شارت هي عبارة عن line chart أو run chart بس ليها boundaries بتحدها upper limit boundaries، و بتrepresent the common cause of variation between the upper and the lower control limits. الهيستوغرام أو المنحنى البياني أو الرسم البياني اللي قدامنا دوت it aids in the analysis of how the data are distributed around an average or a median value. الباريتو شارت من أهم التولز اللي احنا بنستعملها في الامبروفمنتس، وهي هامة جدا لأنها بتريبريزنت حجم المشكلة وبتديني يعني solutions للحل في نفس الوقت. إن 20% of the bars representing 80% of the problem، فبالتالي إذا أنا بدأت to attack the problem or in order to solve my problem حليت اول 20% من البارز اللي موجوده في الباريتو، ده هيحل لي 80% من المشكله بتاعتي. السكاتر دايجرام هي عباره عن دايجرام بيبين لي العلاقه ما بين متغيرين، يا ترى العلاقه دي لينير ولا نون لينير، واذا كانت لينير هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، وبرده لو هي نون لينير شكل المنحنى هيكون شكله ايه، او there is no relation زي المنظر الاخير في ال lower right quadrant في الصوره اللي قدامكم ديت. بالنسبه لموضوعنا النهارده وهو الكواليتي امبروفمنت تولز اللي هي الكواليتاتيف كواليتي امبروفمنت تولز، اولهم هو البرين ستورمينج او العصف الذهني، ويمكن دوت من اكتر التولز اللي احنا بنستعملها to improve the quality or to reach a decision regarding a problem or an event
or to find a solution how to improve a service provided. مجموعة من الناس قاعدة مع بعضها، نبدأ كل واحد يقول لي الفكرة اللي هتيجي في دماغه بدون ما يعني يفكر فيها كتير. يعني الفكرة اللي تطلع في دماغك قولها مباشرة. بناخد الأفكار زي ما هي بدون أي ريفايننج، وبنحطها وبنجمعها، وبعد كده نبدأ إن إحنا نفلترها أو نجيب الأفكار المتشابهة ونجمعها مع بعضها، بحيث إن إحنا نصل إلى 3 أو 4 أفكار قد تكون هي الحل للمشكلة بتاعتنا. It is a structured group process used to create as many ideas as possible in short time as possible. قد تكون structured أو unstructured. Structured يعني أنا همشي بالترتيب الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أو اللي تيجي في دماغه فكرة يقولها مباشرة والمودريتور بتاع الجلسة هياخد الفكرة دي ويحطها على بورد أو هيسجلها أو whatever. Ideas may be problem or topics, component of process, indicators, criteria or element of data, or possible solutions. طيب brainstorming ده أنواع. في اختلاف بسيط في المحاضرة دي عن المحاضرة اللي تم رفعها الأسبوع اللي فات على المايكروسوفت تيمز، فعشان كده أنا شلت المحاضرة اللي فاتت ونزلت المحاضرة دي، فهتلاقوا فيها بعض التغييرات. فمحاضرة النهاردة اللي هي بتاريخ اليوم هي دي المحاضرة اللي هتتسألوا عليها، هتلاقوا فيها المختلف. أول حاجة مختلفة الـ types of brainstorming. أنا عندي 4 main types of brainstorming. حاجة اسمها reverse brainstorming أو stop and go brainstorming أو Phillips 66 brainstorming أو brain writing. إيه دول بقى؟ The reverse brainstorming is a creative problem solving technique in which the problem is turned around and considered from a different point of view to spur new and different solutions. احنا بنحط المشكلة ونحاول نعكسها، و يعني مش نعكسها يعني نعرضها بشكل مختلف عن اللي احنا شايفينه، ونشوف ايه هي الحلول اللي احنا ممكن نصل اليها. Stop and go brainstorming, a problem solving technique in which a group alternately engage in brainstorming solutions without evaluation for 10 minutes. هنبدأ ندي حلول من غير ما نقيم الحلول دي. Then engage in short period of evaluation. هنقف بعد العشر دقايق دول نبدأ نعمل evaluation للأفكار اللي طلعت لحل المشكلة دي. Then the group continue alternating between brainstorming and evaluation. النوع الثالث Phillips 66 brainstorming، برضو عبارة عن brainstorming technique أو problem solving technique in which a group of 6 people. هنا أنا بلمت الـ groups بتاعتي أو بقسمها المجموعات من 6، وكل 6 لمدة 6 دقائق هتبدأ تدور على أفكار جديدة للpoints أو للإيفنت اللي أنا بتكلم عليها دي. And then a spokesman for each group represent either the best idea or all the idea to the larger group. التكنيك دوت أو النوع ده من البرينستورمينج اسمه Phillips 66. 6 6 يعني مجموعات من 6 لمدة 6 دقائق. البرين رايتنج a problem solving technique in which participants individually brainstorm ideas and document them. أنا هنا هوت أنا هطلب من كل واحد إنه يكتب ورقة قدامه مجموعة من الأفكار لحل المشكلة بتاعته. Then نبدأ نشير الكلام دوت. فائدة البرين رايتنج إيه؟ إن أنا ما أتأثرش أو ما يتمش سحب الجروب في اتجاه معين، وهو يعني أو فكرة معينة ممكن تسيطر على الجروب وتخلي الأفكار كلها تمشي في اتجاه واحد. النوع الثاني من الكواليتيتيف تولز حاجة اسمها نومينال جروب بروسيس. Nominal group process, it gives everyone in the team an equal voice, especially when teams is new or some members are more vocal or issue is more controversial. في البرينستورمينج أنا ممكن يكون عندي واحد صوته عالي متحدث، في ناس خجولة ما بتحبش إنها تشارك، أما في النومينال جروب إن هو كل واحد هيجي عليه الدور ولازم هيقول الفكرة اللي جت في دماغه. Ideas are brainstormed in silence
written down then shared in one idea per person per time, recorded on flip chart then clarified or criticized. Ideas rated from 5 to 1 as an example. الفكرة المتميزة جدا هتاخد 5 والفكرة الأقل تميز أو الغير متميزة هتاخد 1 ونبدأ نعمل voting and tabulation and then discussing the solution والكلام ده بنسميه nominal group discussion. عندي حاجة اسمها affinity diagram برضو بجيب أفكار بحط الأفكار دي زي ما احنا شايفين في الفيجر الأولاني اللي هو اللي فوق دوت بأي ترتيب بتيجي ثم بعد ذلك ببدأ أقسمها لـ different categories زي الكواليتي والسيرفيس والدليفري والبرايس باخد كل فكرة من دول وأشوف أحطها تحت الدرج تحت أي بند من البنود المختلفة دي وأبدأ أراجع هذه الأفكار مرة أخرى ودي بنسميها affinity diagram is an organizational tool most often used in the beginning of a team's work to organize large volume of ideas or issues into major categories. Delphi technique. Delphi technique دوت is a tool used to reach team consensus concerning a particular goal or task. غالبا الدلفي تكنيك اللي بيشاركوا فيه بيكونوا experts في المجال. والاكسبرتس دول بيكون وقتهم ثمين ان انا ممكن ان انا ما اعرفش احركهم من مكاتبهم فبستعمل التكنيك دوت and the technique can be used whether or not the team is in the session or the team members are in different location. هنشوف يعني very short videos لمدة يعني دقيقة ونص تقريبا عن الدلفي تكنيك دوت هيوضح الفكرة بتاعته. Let's take a look at the Delphi technique of group decision making. In the Delphi technique, the members of a panel of experts respond to questions and to each other until reaching agreement on an issue. The first step is to assemble a panel of experts. Unlike other approaches to group decision making, however, it isn't necessarily to bring the panel members together in one place. Because the Delphi technique does not require the experts to leave their offices or disrupt their schedules, they're more likely to participate. The second step is to create a questionnaire consisting of a series of open-ended questions for the group. In the third step, group members' written responses are analyzed, summarized, and fed back to the group for reactions until members reach agreement. Asking group members why they agree or disagree is important because it helps uncover their unstated assumptions and beliefs. Again, this process of summarizing panel feedback and obtaining reactions to that feedback continues until the panel members reach agreement. التول اللي بعد كده اسمها مالتي فوتينج او التصويت المتكرر. مالتي فوتينج is a technique used to prioritize a long list of possibilities or alternatives and to move a team toward consensus. انا عايز اصل الى اجماع ويمكن احنا في قاعده كنا بنستعملها ask yourself why 5 times يعني العيانين بتوعي مش مبسوطين ليه مش مبسوطين دي اول مره بقول واي فبيجي لي عده اسباب في كل سبب I'm going to ask why. المالتي فوتنج دي بتبقى حاجه مشابهه ان احنا عندنا 4 خيارات او 4 حلول او 5 حلول هنبدا نعمل فوتنج. الفوتنج دوت ادالي كونسنسس على 3 من 7 او من 8 هنبدا نعمل فوتنج على 3 الفوتنج دوت ادالي 2 اللي هنعمل فوتنج على 2 هنصل في الاخر الى ان احنا اخترنا 1 الواحد اللي اخترناه ده قد يكون في اول فوتنج لم يختاروا عدد كبير من الحاضرين ان هم صوتوا عليه بالايجاب في المره الثالثه لان هم قدامهمش غيره او قدامهمش غير 2 alternatives فبالتالي دوت وسيله للوصول الى الاجماع عن طريق المالتي فوتنج. Prioritization matrix.
Prioritization matrix is a tool used to select one option from a group of alternatives or put the option into priority orders. احنا عندنا الحاجة اللي كانت شبهها شوية في الكوانتيتيف اللي هي الباريتو تشارتنج. احنا بنعمل prioritization للبروبلمز، نقول 20% من الأسباب قد تكون مسؤولة عن 80% من الحل. فهنا هو أنا ما بستعملش بقى وسيلة quantitative أو statistical أو graphical، لا ده أنا بحط الـ different opinions أو الـ different solutions وببدأ أعمل لها prioritization أو ترتيب من حيث الأهمية. هعمل دوت ثم دوت ثم دوت برضو بإجماع الفريق أو بالاتفاق على الفريق بـ different tools. الفلو شارت، الفلو شارت ديت اللي هي الرسمة اللي ممكن تبين حركة البروسيدير المختلفة حسب انت بتعمل ايه او الاورجانيزيشن بتاعتك مسؤولة عن ايه. المريض اول ما بيدخل المستشفى طب الاسنان اول حاجة الامن بره بيشوف تطبيق توكلنا مستوفي شروط ولا لا، بيدخل بعديها بتقاسله درجة الحرارة، بيطلع بعد كده للاستقبال بيطلع الموعد بتاعه اسم الدكتور، يتم إبلاغ الدكتور، يبعت المساعد أو المساعدة علشان ينده المريض، وهكذا في تسلسل حركة المريض داخل الأورجانيزيشن مثلا. يعني الفلو شارت ديت ليها أشكال معينة خاصة أنها شارت رسمة، فلازم أكون عارف الأشكال ديت أو لما أبص للشارت ببقى عارف الشكل دوت أو الرسمة دي بتدل على إيه زي ما هيبان في السلايد اللي جاي. A flow chart is a pictorial representation of displaying actual sequence of steps and their interrelationship in a specific process in order to identify handoffs, insufficiency, redundancies, inspection, and waiting steps. ايه اقدر ان انا من الرسمه اللي قدامي ديت او من التسلسل اللي قدامي دي، يمكن انا مش عارف الترجمه العربي بتاعت فلو شارت ايه. تسلسل الاجراءات، خريطه الاجراءات او تسلسل الاجراءات، فلو شارت تسلسل الاجراءات او خريطه الاجراءات. شكرا ideal sequence of steps once the actual process is known. مهم بالنسبة لنا في الفلو شارت إن أنا أبقى عارف الأشكال، لما يكون عندي علامة الستارت تبقى بهذا الشكل، في داتا هتتجمع بهذا الشكل، في بروسس هتتعمل، لو أنا في ديسيجن هيتاخد، لو ياس هنمشي كده، لو نو هنمشي في هذا الاتجاه، لو مش متأكد همشي هكذا. الأشكال ديت هي الأشكال اللي احنا بنستعملها في الفلو شارت. في مرة من المرات في امتحان في أسئلة MCQ جبنا شكل دوت من غير ما نكتب عليه start and end، وكان السؤال this figure أو this shape represent a process or data or document or start and end point. Cause and effect diagram، ودي من الحاجات المشهورة جدا الحقيقة، cause and effect diagram. عندي effect ولي أسباب. The goal is to gather all possible causes. إن إحنا وصلنا للإفكت ده أو للمشكلة اللي إحنا مقابلينها دي. The ultimate goal is to uncover the root cause of the problem. It may be named Ishikawa diagram، اللي هي cause and effect دي بنسميها Ishikawa نسبة لمخترعها، أو fishbone لأنها شكل الهيكل العظمي بتاع السمكة، لها رأس وعمود وطالع منه أشواك. And the diagram is a visualization of a relationship between the outcome of system or process, major categories of system or process, and cause of sub and sub causes. لو أنا بصيت على الشكل بتاع الإيشيكاوا diagram بيكون عندي effect، والإيفكت ده مثلا قد يكون ال decrease the number of patients attending the dental clinic of Taiba University. قد يكون أسباب نقص المترددين على المستشفى إيه؟ قد يكون عندي manpower causes، اللي عندي ما فيش دكاترة فده من أسباب manpower، أو قد يكون machinery إن الأجهزة بتاعتي عطلانة أو الكهرباء مقطوعة أو ما فيش مية.
الميثودز اللي بتستعمل او طرق العلاج اللي بتستعمل او مش مريحه بالنسبه للعيانين او مش ساتسفاكتوري، طريقه الاداره قد يكون عندي ماتيريال ناقصه فبالتالي الناس ما بتجيش عشان ما عنديش ماتيريال. لما بحط الاسباب ديت المين كاتيجوريز دي في كل حاجه من دول بدور المان باور ممكن يكون ايه المشاكل اللي ادت الى مان باور بروبلم، نقص تدريب، نقص عدد دكاتره، نسب غياب زياده، مرض الاطباء، كل دي حاجات اسباب تكون في المان باور. الاسباب دي في منها اسباب نقدر نعملها كنترول بنرمز لها بالرمز السي، او ما عنديش كنترول حل ليها متوفر فهجرب حلول فبنرمز لها بالرمز اكس، او الاسباب دي خارجه عن استطاعتنا فبنرمز لها بالرمز ان. وانس ان انا حطيت الابريفيشن بتاعتي دي سي او اكس او ان على عظمه السمكه دي، هقدر على طول السي اللي هي كنترولبل دي هقدر ان انا انفذ الكنترول ايميديتلي وهطلع الاسباب دي والغيها من شوكه السمكه دي عشان اعرف اكل السمكه يعني. بعد كده الاكسبيرمنت اللي انا مش عارف ان انا هجرب حلول، فدي هيبقى انا كديسيجن ميكرز عارف انا هتخذ اجراء شكله ايه وان الاجراء ده فيه احتمال صواب وخطا. اما بقى الجزء اللي هو بنرمز له بالرمز الان او النويز ده خارج عن ارادتنا ومش هنقدر ان احنا نصلحه، فنبدا نشوف how we can manage this problem. So you're looking for a better way to solve problems in the workplace because guessing, blaming, and faulting others hasn't worked. It's time you discovered the ugly causes of the problem instead of just treating the symptoms. Say hello to Fishbone. Ta-da! Fishbone is an awesome technique that takes the pain out of solving workplace problems. Just draw a fish skeleton on a chart or board. Write the problem in the head of the fish and start brainstorming causes. Why would this problem happen? It could happen because some fella made a mistake. Maybe they weren't trained, or careless, or distracted, or not right for that job. And whose fault is that? It could also happen because the tool or equipment didn't work. It could have been broken or not calibrated. It could have happened because the technique was wrong, or outdated, or maybe just too complicated. Mm-hmm. Or maybe someone stuck the wrong material into a process. Or maybe because the measurements were wrong. Or it could be something from the outside. Next, figure out ways to fix these causes. For each cause, ask whether you know how to prevent it. If yes, mark it with a C. That's controllable. If you don't know yet, but can find out, mark it with an X for experimental. And if you cannot prevent it or detect it, mark it with an N for noise. The C's need new standard work procedures. The X's need some trial and error. The ends need some protection. With Fishbone, you can always be sure you will find a way to solve the problem, whether you use it by yourself or in a group. Fishbone, making problem solving suck less. هو ناجح في الآخر إن هو يعمل كوباية شاي جميلة، لأن كان عندي مشكلة إن كان كل ما بيعمل كوباية شاي ما كانتش تتشرب وكان بكوبها. طيب التول اللي بعد كده حاجة اسمها Event and Causal Factor Chart. Event and Causal Factors Chart. The Event and Causal Factor Chart combines Flow Chart and Affinity Diagram. الAffinity Diagram دي اللي احنا كنا بنجيب أفكار ونحطها على البورد وبعد كده بنبدأ نقسمها لكاتيجوريز من Different Categories ونحط كل مجموعة أفكار تبع الكاتيجوري الخاصة بيها. والفلو شارت اللي هي تسلسل الـ الأحداث أو اللي قاله بروف محروس سلسل الإجراءات أو شجرة الإجراءات سلسل أو الشجرة. أوكي. The event and causal factor charts combine flow chart and affinity diagram to identify and document both the sequence and of the event leading up to an occurrence and the relevant condition affecting each event or step. It is also used in analyzing better and best practice in order to replicate them. فبنستعمل الأشكال اللي بنستعملها في الفلو شارت وبنحط
الأفكار بتاعة الـ Affinity Diagram تحت المين كاتيجوريز الخاصة بها. Interrelationship Diagram is an interrelationship diagram is a tool allows team to analyze interrelated causes and effect relationship and factors involved in complex problems. خاصة لما بيكون في تدخلات ما بين الايتمز المختلفة. أنا عندي مشكلة معينة والمشكلة دي في أسباب كثيرة متداخلة ومبنية على بعضها. It distinguish between issues that serve as drivers and those that are outcome and describe desired outcome. أنا عايز أصل إلى overly optimistic promise dates for follow-up calls. عايز أصل إلى هذه النتيجة. النتيجة ديت أو إن أنا أصل إلى مواعيد مناسبة للمرضى بتوعي اللي أنا مش عارف أوصل لها يعني أو هذه مسبالي مشكلة قد تكون بسبب excessive overscheduling of patients. والexcessive overscheduling of patients دوت ممكن يكون بسبب inadequate system to log follow-up calls. ما عنديش أي مكالمة بتجيلي ببدأ أحط لها مواعيد والمواعيد ديت ما عنديش سيستم ينظم لي المواعيد في كل مكان. طب المشكلة دي قد تكون بسبب poor hand off of physician to assistants أو قد اللي هو تداخل المشاكل أو تداخل الأسباب التي تؤدي إلى وجود مشكلة عندي. فدوت بنعمل حاجة اسمها interrelationship diagram وأبدأ أمشي بعكس هذه الأسهم لحل هذه المشاكل قدر الإمكان. في عندي حاجة اسمها field force field analysis. أنا عندي force field analysis is used by the team when a proposed solution to a problem will require significant change and is important to analyze the potential impact of the chances of success. It looks on both driving forces that move the situation toward change and restraining forces that block the movement. في مرة من المرات أنا كان يعني قدامي اختيار ان انا اتحرك من الوظيفة اللي انا فيها واروح وظيفة تانية. فكنت حيران الحقيقة. فأحد زملائي جي قال لي هنعمل ورقة وهنكتب فيها الدرايفنج فورس اللي تخليك تتحرك وتسيب المكان دوت. وهنكتب on the other column the restraining force او اللي هي against ان انت تاخد قرار ان انت تسيب الشغل ده وتروح شغل تاني. ونبدا نعد ال driving forces وال compare it with the restraining او ال against ال minuses بحيث ان احنا نشوف مين فيهم هيفوز فبالتالي هيساعد دوت او هيسهل لك دوت لاتخاذ القرار. الحقيقه دوت مشابه للفكره بتاعه الفورس فيلد اناليسيس. الجانت شارت ودي انا طلبتها منكم في كورس الريسيرش وحابب اشوفها في الابلكيشنز بتاعتكم حتى لو انتم كنتوا قدمتوا الابلكيشن لجنة الاخلاقيات وتوافق عليها. اللي هيتقدم لي انا في كورس الريسيرش عايز فيه جانت شارت. الجانت شارت ده is a project planning tool for developing schedule. يعني انت هتعمل ايه امتى ومين اللي هيعمله. A graphic display, a type of a bar chart as bars on a horizontal time scale, and the Gantt chart includes a list of tasks and estimates of time and paper resources required to complete the quality improvement efforts. ده بيكون شكل ايه الجانت شارت. اول فترة من يوم 16 ليوم 30 أغسطس انا هعمل market research وفي نفس الوقت دوت يعني في الماركت ريسيرش ده هيتعمل مرتين على مدار البروجكت بتاعي. مره من 16 ليوم 30 اغسطس ومره من يوم 4 اكتوبر ل 18 اكتوبر اللي هو في الهوريزونتال لاين دوت. بعد ما هنتهي من المرحله ديت هعمل حاجه اسمها ديفاين سبيسيفيكيشن من يوم 30 ليوم 13 سبتمبر وهكذا. الفريق الاخضر دوت هيعمله الماركتنج تيم. الازرق هيعمله البلاننج تيم. الأحمر هيعملوا الـ development team. الشكل دوت هو اللي اسمه بنسميه Gantt chart. أقدر أبص عليها وأعرف الـ time frame بتاعي للخطة الزمنية اللي أنا حاططها
هتخلص امتى وهيخلص كل جزء هيخلص امتى ومين اللي هيعمله، وهل في اي فتره ممكن يبقى فيها اوفرلاب بين تو بروسيس ولا لا. ستوري بورد، ودي الحقيقه بنشوفها كتير قوي في الاوتيلات، وده نوع من انواع الكواليتي امبروفمنت، ان انا بحط صور لايفنتس كانت ناجحه وتدل على نجاح المؤسسه. ممكن الصور دي من اول تاسيس المؤسسه لحد ما خدنا الاعتماد فور اكزامبل، ممكن نحط فيها صور الموظفين المتميزين على مدار الشهور. فدي اللي هي قصه المؤسسه او قصه الاورجانيزيشن. ستوري بورد، ستوري بورد از ا فيجوال ديسبلاي اوف ذا تيم اند ذا pertinent data information analyzes and decisions made during the improvement process. It uses the team's tools, charts, diagrams, graphs, matrices, and other appropriate methods to tell the story with minimal use of text. Storyboard بنحكي حواديت بصور أكتر ما بنكتب كلام، وغالبا يعني العين بتستريح أن تتفرج على الصور، أو بالعكس بتلفت انتباه. أنا كتير جدا بلاقي الستوريبورد موجودة في أماكن كثيرة، الحقيقة بقى فتفرج على الستوري بورد ديت وبتديني فكرة مبدئيا لو أنا واحد external الorganization دي تقدمت قد إيه، ولو أنا واحد internal بتكون حاجة مشجعة جدا بالنسبة لي to perform more and to try to put my picture on the story board، وبيكون motive لي كثير من employees الموجودين. دي نهاية المحاضرة. أنا عارف إن إحنا اتكلمنا على topics كتير، حاولت قدر الإمكان إن إحنا نحط بعض الحاجات اللي ممكن تفكركم بالإجراءات بتاعتنا أو الأنواع المختلفة بتاعتنا. ولو بروف محروس أو دكتورة مي يحبوا يضيفوا أي شيء طبعا هتكون إضافة كبيرة جدا للمحاضرة. شكرا بروف تامر. شكرا بروف تامر، حقيقة محاضرة جميلة ورائعة. المحاضرة يعني هي بتدور حول فكرة بسيطة جدا، إنه أنت إذا كان عندك رغبة في أنك تعمل أي quality improvement يعني تحسين للجودة، فأنت بيكون عندك stated problem أو stated issue بيمنعك من أنك تحسن، أو بعض الأحيان أنت تجد نفسك تبغى تحسن ولكن أنت ما أنت قادر تحلل إيش الأسباب اللي تعيقك أو إيش الأسباب اللي تدفعك. كل qualitative tools هي tools لك الحرية أن تستخدمها، سواء كان التولز احنا في يعني زي ما شفتوا التدرج في التولز اللي ذكرها بروف تامر، تتدرج من التولز البسيطة إلى التولز اللي هي نسميها أكثر تطورا، يعني ما نقول تولز صعبة ولكن نقول أكثر تطورا بحيث أنها تعطيك بعد. في كلمة هنا جميلة يعني بروف تامر قال أنه دائما احنا ننظر للquality issue ولا فرصة التحسين، لابد أن لا ننظر لها فقط بنظرة مباشرة، يعني زي ما أقول لك لما تطول في الجدار لا تطول في الجدار وتقول لي والله هذا جدار، أنا عارف أنه جدار، لكن أنا باك تقول لي لا هذا عبارة عن مجموعة من الطوب حطوها سواء الأسمنت وراها كذا يحصل كذا لما نشيلها يحصل كذا، يعني تبدأ تملك القدرة على تحليل الأسباب والقدرة على أنك ترى النقطة أو النور في نهاية النفق. كل التولز هذه هي تساعدك على أن ترى النور في آخر النفق، ولكن حتى تعبر النفق لازم تستخدم هذه التولز لتحلل ما هي المعوقات وما هي الأدوات اللي تحتاجها وما هي الأسباب. ولو تلاحظ أنه خرجت من كونها quantitative أنها تعتمد على data إلى أنها team approach، يعني لو تلاحظ أن أغلبها team based data driven، يعني الفكرة فيها أنه نجتمع نتفق نحلل ندرس ثم نتخذ قرارات مبنية على توافق الجميع الconsensus حقهم كلهم مع بعض، وبالتالي نضمن أنه فعلاً خدماتنا وجودة ما نقدم، وفي مجالنا الصحي طبعاً سلامة المرضى هي جودة at the top ما نريد أن نصل إليه، ستكون بإذن الله حاضرة وبقوة. فأنا أتمنى 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 عليكم، وأنا بقولها يعني اكسبوها فرصة، التولز هذه الكوانتيتيف أنتوا في الريسيرش أبدعتوا فيها ما نخاف عليكم، الكواليتيتيف مش كثير من الناس يعرفوها، حاولوا تتعلموها لنفسكم، والله لما تتخرجوا إن شاء الله في الامتياز ولما تروحوا تشتغلوا أنتوا لما تقولوا للناس تعالوا نحلل وتستخدموا هذه الطرق أنتوا هتبهروهم، والموضوع جدا سهل. ومستعد أنا وبروف تامر وأختنا الدكتورة مي نعيدها تاني الآن أو نعيدها وقت ما تبغوا إذا أنتوا حابين تتعلموها وتجدوها ونطبقها كمان في تطبيقات عملية. فأنا يعني بأستمتع خصوصا لما أسمع الكواليتي تولز هذه والكواليتيتيف من أحد غيري، أنا صراحة أستمتع لأنه كل واحد بيضيف من فكره ومن خبرته، فاستفيدوا مننا وتعلموها
ترى غيركم والله بيدفع فيها فلوس، وإحنا بنحاول نبسطها ونعطيكم هي، لأنه إحنا نبغاكم تخرجوا إن شاء الله تدعوا لنا كلنا بأنه أعطيناكم حاجة إن شاء الله تفيدكم، وإحنا مستعدين اليوم وبكرة وبعده نعيد كم مرة واثنين وثلاثة في سبيل أنكم تستفيدوا من هذه التولز. شكرا بروف محروس. هل في أي أسئلة أولاد؟ شكرا دكتور.